قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه. الأصل في الوكيل أنه لا يضمن، لا يضمن، لأن محسن والله تبارك وتعالى يقول له ما على المحسنين من سبيل، فهذا الوكيل محسن، فإذا ضاعت الأمانة، سرقت، تلفت، لا يضمن، لا يضمن، لأن أنت ليش موكله؟ تثق فيه. فإذا كنت تثق فيه، شو اللي خلاه الحين ما هو ثقة؟ وقلت لا أنا أتهمه كذا، قبل كان ثقة الآن صار مو ثقة. فلذلك الوكيل لا يضمن، الوكيل لا يضمن، هذا إذا كان متبرعا، إذا كان متبرع. أما إذا كان بجعل هذا ليس بمتبرع، هذا مستفيد بمقابل، هذا يضمن. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الوكيل إذا كان متبرعا، إذا كان بدون مقابل، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، هنا يضمن لأن في تقصير في تعدي. أما إذا لم يتعدى ولم يقصر فإنه لا يضمن. أما إذا كان بجعل بمقابل فإنه يضمن، لأنه أخذها بمقابل، هو ليس محسنا، هنا ليس محسنا وإنما أخذها بمقابل. لذا قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، إني لم أفرط ولم أقصر ولم أتعدى. قال ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم.